سانا، هل تعلمين ما الذي حصل؟ قبلا بعضهما. هل قلت تقبيل؟ نعم تقبيل، إنه زميل فاسد. روشان قبل بريا على شفاهها. زميل قذر. فيه ليس لكل شخص القدرة على التصرف مثل رجل مثلي. كوني منتبهة أكثر. بريا، لا تكثران. أريد التحدث معك في أمر مهم. اجلس. إلى أين؟ اجلسي، نريد بريا فقط. إلى أين تأخذانها؟ أتريد تقبيلها؟ تلك اللعبة لن تنجح. ها؟ هل أخبرتها كل هذه الأشياء؟ يخبرك بكل الأشياء القذرة التي يفعلها هذا جيد، أما إذا أخبرتها فهذا سيء؟ لم أفعل شيئا ولم يكن قذرا وقد أعجبك. لم يعجبني. لم يعجبك؟ ولما تخبرين الجميع عنه؟ لو كنت منزعجة لاشتكيت إلى المدير. لم أفعل لأنني لم أرد أن أبدأ شجارا في بداية الفصل، وهذا لا يعني أنه أعجبني. كم أنت مغرورة. ما ذنب صديقي؟ لو كنت مكانك لأحببته. إن أردت خذيه، لا أحد يمنعه. سأخذه. روشان، لا تقترب مني في المستقبل بأي شيء، لأنني لن أحبك أبدا. ترنانا هي هي، ترنانا هي هي، توقف عن الغناء. قلت لك توقف. هو الذي كتب هذه الأغنية. مرحبا حبيبتي الغريبة. يبدو أنه مغرور جدا ويحاول أن يوقع بتلك الفتاة. مغرور؟ سأصلح ذلك الآن. أحسنت. أنت الأمر. أنت إذاب، أنت من كتب تلك الأغنية؟ ها؟ صحيح. خذ. لم تعجبني. أيها الكاتب، كل مؤلفي الأغاني يحاولون رفع مستوى الأغاني لمستوى هوليود، وأنت تكتب هذه الأغنية؟ في المستقبل إذا حاولت كتابة أغنية قذرة كهذه سأكسر عظامك. اذهب. لا تحاول أن تتصرف كالشاعر، اذهب. ترنننننننن ترنننننننن. من هو ذلك الفتى الذي لا يرتدي الزي الرسمي؟ ربما طالب جديد. أنت تعال إلى هنا. نعم. أين الزي الرسمي؟ الرسمي؟ هل يجب أن أرتديه بوزو؟ بوزو؟ كيف تجرأت أن تدعوني ببوزو؟ كل الطلاب يرتدون الزي الرسمي. أنا لما لا ترتدي؟ لا تلمسني، ابتعد عني. هيا ستمزق قميصي. لما لا تجيب؟ اتركني. أجبني أيها المغفل. اترك قميصي. يا ويلكم مني. اتركني. ابتعد عني. فيروز، هذا أستاذك. أستاذ؟ أنا آسف أستاذ، لقد ظننتك طالباً. شكراً هنا. لك. حسناً بني، أنا لست طالباً، أنا هنا لأعلمكم. هل سمعت؟ اذهب. شكراً لمساعدتك لي. لا عليك، لن ألوم هؤلاء الأولاد بهذه الحقيبة والزي الذي ترتديه. تبدو كالطلاب. حسناً، حصلت على هذه الحقيبة مجاناً. هذا واضح. نسيت أن أسألك عن اسمك عندما تقابلنا. ما اسمه؟ أنا فيون. مدرس الفيزياء. لا. الرياضيات. لا، ليس الرياضيات. مادة الأحياء. ليس مادة الأحياء، في الواقع أنا مدير مكتب هذه المدرسة. ما هذا المنصب؟ سيدي، ما اسمك؟ بيل جلينتون. بيل، نسيت أن أرن الجرس. إذن أنت المستخدم؟ هاي، لا تدعوني بالمستخدم، أنا مثل ابن المدير الأكبر للأخت الأكبر لغابن أخيها الصغير بيون بي سيباستيان. عن إذنك. يا إلهي، ماذا قال؟ لم أفهم شيء. ميشيل. ماذا؟ مرحبا ميشيل، أريد أن أخبرك بشيء مهم. ما هو؟ أنا أحبك. هذا الذي كنت تريد أن تخبرني به؟ ماذا؟ أليس مهما؟ اسمعني، هذا النوع من الحب في أمريكا ليس له قيمة ويعتبر شيئا رخيصا. أتعرف شيئاً؟ كان لدي علاقات كثيرة. میرے خیالوں میں ہے ایک چہرہ سا اڈار لو کے پیچھے میرا دل جھوم چلا دے دوں میں یہ دل بھی کو. توقف فورا، لقد خدعتمونا بأغاني الحب طويلا. إذا غنيت هذه الأغنية مجددا سأكسر هذا الجيتار. اذهب من هنا. وأنت ما الذي يزعجك؟ هيا اذهبي، لا أريد رؤيتك. كوبو، ماذا حصل؟ أنت منزعج بسبب موضوع ميشيل؟ إنها صاروخ تم إطلاقه عدة مرات.
كانتا؟ ماذا هنالك؟ هل ستمانعين إذا سألتك شيئا خاصا؟ تحدث أولا ثم أقرر كيف أتصرف. أوه أنت محقة. هل أسأل؟ هل أنت واقعة في حب روشان؟ اسمعني، أنا أحب روشان كثيرا، لا تخبر أحدا بذلك، اتفقنا؟ اتفقنا. أراك لاحقا. جيد شان، وداعا. أعتذر. بريا. نعم. تعالي معي من فضلك. إذا أخبرتك بشيء لن تخبري أحد؟ لا. روشان وكانتا حبيبان. ها؟ مرحبا كانتا. مرحبا. أتأكلين اللحم؟ أجل، أتريدين؟ لا لا، أريد أنا نباتية. كانتا، أريد أن أسألك شيئا. عن ماذا؟ هل صحيح ما سمعته أنك واقعة في حب روشان؟ إنها مجرد قصة أخبرت شان بها لينقلها للآخرين، وقد قام بنقلها إليك. لكن شان خجول ولا يتحدث مع أحد، فكيف له أن يخبرني؟ إذن لما تسألين سؤالا كهذا؟ في الحقيقة الجميع في الصف يتحدث عنكما. كانتا، أتمنى أن تعتني بنفسك وإلا ستتضرر سمعتك، أنا أحذرك فقط. ماذا؟ حسنا لا شيء، تناولي طعامك. إنها خدعة رائعة. إنها تشبه الملاك. ماذا؟ ملاك، ملاك من الجنة. مرحبا سانا، أكل شيء بخير؟ أخبريني كيف حال دينو؟ كيف عرفت اسمك الكبير؟ لقد عرفته مؤخرا، هل لديك مانع؟ أوه سانا هيا فلتنزعي هذا الحجاب عن رأسك ولنرى ذلك الشعر الجميل، هيا. قل لي كيف عرفت اسم أخيها الكبير؟ بحثت في تطبيق الفيسبوك حتى عرفت، أفهمت؟ لن أسمح له بنشر هذه التفاهات. سأقتله، سأخنقه وأقتله. بريا، ماذا تريد؟ لا تلعبي دور صعبة المنال، أعلم أنك معجبة بي. من أخبرك بهذا؟ كانت أخبرتني بكل شيء. أنا لم أخبرها بشيء. بريا لا تكذبي علي، لقد سألتها إذا كنا في علاقة، أليس هذا صحيحا؟ هذا هراء، أنا لم أسألها قط، إنها أكبر كاذبة. من هو الكاذب؟ أنت سألتني إذا كنا في علاقة. يا إلهي لقد اكتفيت منكما، فلتذهبا من هنا. إنه حمام الفتيان.